على فكرة الدكتور حسن كان مصر ان احنا نكرم الفنانة اللي معانا النهاردة قبله، وهي برضو اصرت ان احنا نكرم الدكتور حسن قبلها. يعني طبعا اسف جدا ما بعرفش اتكلم. كانت مفاجأة لي وكانت مفاجأة عظيمة. أنا من مواليد شبرا، ولاقي ولاد حتتي بتوع شبرا هما اللي بيكرموني، فدي عندي بالنسبة لي حاجة يعني كبيرة أوي 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 أوي. أشكركم شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب. شكرا جزيلا. ودلوقتي معتنا مع تكريم فنانة جميلة رقيقة ولدت بالقاهرة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 85، وكانت بداية الانطلاقة الفنية لها في مسرحية سك على بناتك مع الأستاذ فؤاد المهندس، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية، فرأيناها في المسرح تتألق في مسرحية تخاريف مع محمد صبحي ووجهة نظر، وفي الشاشة الصغيرة رأيناها تتألق أيضا وتبدع في عديد من الأعمال التلفزيونية، منها صبحية في أرابيسك ومسلسل زيزينيا ومسلسل سنبل بعد المليون ومطلوب عروسة. وبعدها استدعتها السينما لنراها في عديد من الأفلام، منها البي البواب، عزبة الصفيح، بطل من الصعيد. إنها الفنانة الشابة الجميلة الودودة خفيفة الظل الرقيقة عزة لبيب. الجميل ده يعني قاعد لحد دلوقتي عشان يكرمني انا والدكتور.